السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي بنتكلم على how to calculate the electrical axis of the heart accurately. علشان نحسبه accurately هو ده بيعتمد على حاجة مهمة قوي. هي القاعدة بتاعت ان الالكترود القاعدة اللي قلناها ان لو ان انا عندي الكترود هنا وعندي الكترود هنا والكترود هنا وانا اتخيل الهارت اتخيل اربعه سيلز من الهارت كويس ودي الخليه رقم واحد دي نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 وثلاثه يعني الارقام دي بتاعت ايه تتابعهم في الكهرباء يعني رقم واحد الكهرباء الاول بعد كده رقم اثنين بعد كده رقم ثلاثه وهكذا الويف اوف دي بولاريزيشن ماشيه في هذا الاتجاه لو ان الكهرباء ماشيه فروم من واحد لاثنين كده يبقى بالنسبه للالكترود الاولاني هنسمي ده الكترود A وده B وده C. بالنسبه للالكترود A الكهرباء بتقرب ولا بتبعد؟ بتبعد فالمفروض ترسم ايه؟ نيجاتيف وبالنسبه ل B بتقرب فترسم ايه؟ بوزيتيف بالنسبه ل C بتقرب ترسم بوزيتيف كويس راحت لغايه 2 وبعد كده هتسيبها وتروح لغايه 3 بالنسبه لليد A الكترود A ما زالت بتبعد برضه فتكمل ايه؟ نيجاتيف وC ما زالت بتقرب ترسم بوزيتيف في ليد بي بقى هي وصلت عندها فبقت لا بتقرب ولا بتبعد وبعدين بقت بتبعد فترسم ايه؟ نيجاتيف طيب وبعدين تكمل كده لغايه لما كل الهارتس يبقى كومبليتلي ديبولارايز ما دام كله بقى كومبليتلي ديبولارايز ما بقاش في فرق في الكهرباء ما بين الخلايا وبعضها لان كلهم بقوا نيجاتيف يعني وبالتالي نرجع للزيرو تاني فرجعنا للزيرو طيب كده اصبح ان الليد اللي يبقى فيها الكيو اس كومبلكس نيجاتيف ده الكهرباء بتبعد عنه الليد اللي فيها الكيو اس كومبلكس بوزيتيف الكهرباء بتقرب منه الليد اللي فيها الكيو اس كومبلكس باي فيزيك عمودي على الايه؟ على الاكسس خلاص؟ وخاصة لو كان الليد لو كان البوزيتيف ديفليكشن قد النيجاتيف ديفليكشن بالظبط طب لو هو البوزيتيف ديفليكشن اكتر شوية يعني شكله عامل كده لا ده مش عمودي على الاكسس ده هو مايل على الاكسس بس الاكسس بيقرب منه اكتر ما بيبعد عنه انما لو عمودي على الاكسس بالظبط تبقى المفروض البوزيتيف بتاعها قد الايه قد النيجاتيف خلاص كده طيب فانا بقى الفكره قايمه على ان انا اطلع الليد الايه البايفيزيك كويس مثلا ادي ليد 1 2 3 اي في ار اي في ال اي في اف فليد 1 كانت طالعه كده ليد 2 كانت طالعه كده، ليد 3 كانت طالعه كده. ليد اي في ال كانت عامله باي فيزك. كويس؟ بالظبط يعني. فانا بشوف الليدز، بس قبل ما اشوف الليدز هقول لكم على طريقه تبص عليها. انتوا قلنا ليد واحد عن زاويه كام؟ عشان نحفظهم بقى. 0 و2 60 طب واي في ال؟ ماينس 30 اي في اف 90 ليد 3 120 احفظوهم كده اي في ال طبعا اي في ار هنا بس لما تمدها كده عشان تحطها بقى معاهم هتبقى عند 15 خلاص بس دي هسميها ماينس اي في ار يعني بص على الاي في ار بالمقلوب شويه خلاص يبقى خدهم بقى كلوك وايز اي في ال 1 ماينس اي في ار 2 اي في اف 3 كويس كده ده الترتيب بص حضرتك على الليد البايفيزك فين الليد البايفيزك؟ الاي سي جي اللي انا عملته كانت اي في ال يبقى اي في ال دي هي البايفيزك صح؟ اذا دي عموديه على الاكسس طب الاكسس هي اي في ال دي عن زاويه كام؟ ماينس 30 يبقى الاكسس حاجه من اثنين يا تنقص من دي 90 يا تزود عليها كام؟ 90 تاني؟ تاني الليد احنا اتفقنا ان الليد البايفيزك هي مين؟ هي العموديه على الاكسس. لازم تبقى بايفيزك مظبوط. تبقى دي العموديه على الايه؟ على الاكسس. طيب انا عندي اي في ال طلعت هي الليد البايفيزك، اذا دي عموديه على الايه؟ على الاكسس. طيب هي عموديه يعني ايه؟ يعني يا اما تزيد عنها 90 درجه يا تقل عنها ايه؟ 90 درجه. طيب ماينس 30 لو قلت عنها 90 درجه هتبقى ماينس كام؟ 120 لو هتزيد عنها 90 درجه هتبقى كام؟ 60 متفقين كده؟ طيب
يا ترى بقى انت تبص كده، هو الكيو ار اس كومبلكس بيكبر في اتجاه واحد واثنين واي في اف ولا بيصغر فيهم؟ على حسب الرسمه واحد طلعت بوزيتيف واثنين بوزيتيف اكتر، اذا عمال بيكبر في الاتجاه ده، اذا انا همشي في اي اتجاه؟ اللي تحت. يبقى يبقى الاكسس كام بالظبط؟ 60 ديجري. خلاص؟ طيب مثال تاني. ادي ليد واحد اثنين ثلاثه اي في ار اي في ال اي في اف. ليد واحد عامله كده. خلاص؟ و ليد اثنين عامله كده. كويس؟ وليد ثلاثة عاملة كده. ليد اي في ار عاملة كده. خلاص؟ وليد اي في ال كده واي في اف كده. بصوا على الرسمه، انا دلوقتي عندي الليد الباي فيزكس اللي باينين هم باي فيزكس، شفت اثنين هم مين ومين؟ اي في ار واثنين، صح كده؟ واي في ار انا ببص على اي في ار، ببص على الماينس اي في ار، صح؟ مش انا حاطط هنا رسمه هي ماينس اي في ار، فانا ببص على ايه؟ على دلوقتي عندي ليد اثنين على حطيتها على الرسمه، هي باي فيزكس صحيح، بس مين بقى؟ بس البوزيتيف بتاعها أكبر ولا أصغر؟ أصغر. أصغر، يبقى بوزيتيف بتاعها أصغر والنيجاتيف بتاعها أكبر، خلاص؟ طيب وإيه في آر؟ باي فيزيك برضه، بس النيجاتيف بتاعها أكبر، صح كده؟ بس أنا هنا بحطها بعكسها، يعني كأن البوزيتيف بتاعها هو اللي إيه؟ الأكبر. هقلبها يعني؟ أيوه، مش دي ماينس إي في آر، أصل هي كانت هتبقى هنا، خلاص كده؟ من الآخر كده الليد الباي فيزيك هي اللي هتبقى باي فيزيك، باي فيزيك هي ليد في النص ما بين مين ومين؟ ما بين اثنين واي في ار. كويس؟ طب انا اثنين عن زاويه كام؟ 60 وماينس اي في ار عند 15 عند سوري 30 لا انا اسف عن 30، يبقى انا 30 و60 الفرق الليد الباي فيزيك هتبقى فين؟ عند 45. هل ده الاكسس؟ ده مش الاكس، ده العمود عليه. طب لحظه، يبقى انا في احتمال من اثنين، يمشي في اتجاه اي في اف، يمشي في اتجاه واحد واي في ال. شايفين الار بتكبر فين؟ في واحد واي في ال، صح؟ مش في ناحيه اي في اف وثلاثه. يبقى انا المفروض ازود 90 ولا انقص 90؟ انقص 90. طب 45 ناقص 90 تبقى ماينس 45، يبقى الاكسس ماينس 45. كاني بقول ايه؟ يا اما انت تلاقي ليد باي فيزيك صرف، يا اما لو ما لقيتش شوفها هتبقى ما بين مين ومين. كويس؟ عشان كده حفظ الانجلز ايه؟ لو انت عايز تطلع رقم حفظ الانجلز مهم. طيب هل ده مهم بقى؟ مهم للي عايز يشخص ليفت انتيريور بلوك، متاكد 100%. نقول بقى اختصارا ايه الليفت انتيريور بلوك ده برضو عشان خاطر ويجي ازاي في الاس جي. ونشوف واحد ماشي كام مربع و... دي تايم كونسيومنج. لا الثانيه ملزم ان منقله بالوين، خلاص بالوين ماشي. انا بدي اكد لا 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 اي في ار 270 ناحيه ال ماينس 150 يبقى زائد 30 ناحيه الثانيه. لا ماينس 150 زائد 30 180، دي مين؟ دي ماينس 1. هي اي في ار عموديه على واحد يعني في اتجاه اتجاه واحد. اي في ار طالع من الهارت كده، مش كده مش خلاص. طيب كنا نقول ايه؟ كنا نقول الليفت انتيريور بلوك. الطبيعي انه سبحان الله ربنا لما خلق الهارت ادي الليفت فانتكل، والليفت فانتكل في تو بابيلاري ماسلز عشان يمسكوا الميترال فالف، علشان خاطر لما الفنتكل يكونتراكت بالبريشر العالي موجود في ال في ده ما يقلبش الايه؟ الميترال ليفلتس اللي فوق ويحصل ميترال ريجريشن.
That's why احنا محتاجين الكهرباء توصل لمين الاول؟ البابيلر ماسلز قبل ما توصل لبقيه الفنتكل عشان يتنشن على مين؟ على الميترال بحيث لما الفنتكل يكونتراكت ما يقلبش لفوق يحصل ميترال ريجرشن. دي كانت يعني دي واحده من الحكم بتاعت ايه بقى؟ بتاعت ان انت عندك الباندل اوف فيست انقسم لليفت باندل برانش ورايت باندل برانش، والليفت باندل برانش تنقسم اثنين كل واحده منهم رايحه لمين؟ لبابيلاري ماسل عشان الكهرباء توصل لهم بدري يتنشنوا على مين؟ على الميترال فالف يمنعوا الريجرشن. طيب تعالوا ناخد سيكشن بقى في الليفت فنتكل. لو خدت سيكشن في الليفت فنتكل كده هتلاقي البابيلاري ماسلز اللي هو اللي بنقطهم دول موجودين كده واحده والثانيه معلش يا جماعه اللي مشغل الميكروفون يقفل. يبقى واحده انترو سوبيريور بابيلاري ماسل والثانيه ايه؟ بوسترو انفيريور او بوسترو ميديال وانترو لاترال يعني ما هو برضه انترو سوبيريور انترو لاترال برضه عشان خاطر يعني وبوسترو ميديال هو مينلي يعني خلاص البابيلاري ماسلز. في الحقيقه البند ليفت بندل بتتقسم اثنين على طول، واحده تروح لمين؟ للبوسترو ميديال والثانيه بتروح للانترو لاترال خلاص كده؟ طيب يبقى الكهرباء تعالى نشوف مشت في الفنتكل ازاي. اول حدث الكهرباء تروح عند البابيلاري ماسلز، بعد كده الكهرباء الثيكنس من جوه لبره خلاص كده، وبعد ما الكهرباء الثيكنس تمشي بقى في الول كده يبقى في الاول نكهرب الثيكنس منين لفين؟ من الاندوكارديوم تو ذا ايبيكارديوم وبعدين نكهرب بقيه الول. طيب تعالوا بقى نحط اي في ال هنا وحط هنا سي للثلاثه كويس. اول حدث من ناحيه اي في ال بتقرب ولا بتبعد؟ بيقرب اللي هو بتاع الثيكنس ده المفروض يرسم بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. بس خد بالك انه في نفس اللحظه الناحيه الثانيه كهربه الثيكنس بتاعت الناحيه الثانيه بتبعد عن ايه؟ عن اي في ال، وبالتالي بيلاشوا بعض. اذا انا ما بشوفش كهربه الثيكنس فين؟ في ليد اي في ال ولا في ليد ثلاثه عشان ايه؟ عشان دي بتحصل في نفس الوقت دي. انما تخيل بقى لو حصل ليفت انتيريور هيم بلوك. انا هقطع دي بقى. كويس؟ لما يحصل ليفت انتيريور هيم بلوك كده لا يحصل ايه؟ اول حدث كهرباء مين اللي هتكهرب بقى؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي تحت اللي فوق دي مش هتكهرب اصلا، مش رايح لها كهرباء. يبقى اهي يبقى تتكهرب دي الاول، يعني دي راح لها كهرباء ثيكنس، وبعد ما تكهرب ثيكنس يروح يكهرب مين؟ الول. حط بقى حضرتك هنا اي في ال كده، قول لي شكلها بقى عامل ازاي؟ الاول تبتدي بايه؟ بنيجاتيف صغيره بتاعت مين؟ بتاع الثيكنس البعيد اللي هو بتاع الناحيه الثانيه، ادي النيجاتيف. وبعدين الكهرباء كلها تقرب منها بعد كده ترسم ايه؟ بوزيتيف كبير. طب بص على الليد ثلاثه. الكهرباء الاول ايه؟ بتقرب اللي هي الثيكنس الصغير، وبعدين تبعد بقى كبير قوي. فبترسم لك initial small r بعد كده followed by deep s في ليد ثلاثه، initial small q followed by long r فين؟ في ليد اي في ال و1 برضه خلاص كده؟ طيب ده يعمل اي نوع من الاكسس ديفيشن؟ ليفت اكسس ديفيشن بس الكرايتيريا بتاعته هتلاقي كده. انا كده قلت ثلاث حاجات، واحد ازاي اشخصها بقى ليفت انتيريور بلوك، واحد الاقي initial small q يعني خلينا نكتبها كتبناها احسن q small و r اكتب كده q r فين؟ في واحد اي في ال خلاص q small و r s r صغيره s كبيره فين؟ في ليد ثلاثه والانفيريور ليدز. ليفت اكسس ديفيشن اكتر من ماينس 45 او يساوي يعني مين الليد اللي هو فيزيك؟
145 ما يكون ماينس 135 او بوست 45 ما احنا طبعا بعيد عن هنا يبقى احنا بوست 45 45 دي اللي هي ما بين مين ومين ليد 3 ليد 2 واي في ار لسه قايل لنا خلاص كده فانت من الاخر عايز ليد 2 تبقى واي فيزيك بس يبقى النيجاتيف ديفليكشن فيه اكتر من البوست عشان تقول ان ايه ان بقت ماينس 45 طيب تعال نشخص ليفت انتي ليفت بوستين هي لوك المرة دي شغالة ودي اللي اتقطعت وده رير كونديشن خلاص رير انه يجي في الامتحانات ورير انه ايه انه بنشوفه يعني ما مش زي الليفت انتيني بلوك هي اكتر هي عرضة اكتر للافكشن وده لعله ليه علاقة بالبلاد سبلاي يعني بلاد سبلاي بتاع ال المايكارديم المهم نرجع لو انا ضربنا الليفت بوستيرير فاسيكل اول كهرباء تحصل بتبقى كهرباء الفيكنس وبعد كده اللي هي عند الانتير الانترولاترال بابيلر موسل فكان الكهرباء تروح تمشي كده هي بالعكس هتبص كده على ليد اي في ال هيبقى ايه بتقرب تبعد تقرب الاول وبعد كده ترجع تبعد كتير في حين لما تبص على ليد 3 هتلاقيها بالاول بتبعد عشان كهرباء الثيكنس البعيده دي تبعد فبتبتدي ترسم نيجاتيف وبعد كده تديك كبيره اصبح بقى ليد اي في ال و3 او واحد واي في اف برضه يعني بيبصوا لبعض فبقوا ايه رايت اكسس ديفيشن ففهمنا بقى دلوقتي ليه من اسباب الرايت اكسس ديفيشن ليفت بوستيرير هيم بلوك من اسباب الرايت اكسس ديفيشن ليفت ايه انتيرير هيم بلوك اوكي ده كان الجزء بتاع الايه الهيم بلوك حد عنده سؤال فيه او الاكسس وذا هاو تو كالكوليت طبعا احنا لما نمارس بقى كمان شويه هيبقى الاكسس هيبقى اسهل بكتير ستوب شير لدي ونرجع تاني بقى ايه نشير ده كان الاكسس اوكي البي ويف طبعا زي ما حكوا عارفين البي ويف بتريبريزنت الاتريال دي بولاريزيشن والدايركشن بتاعها زي ما قلنا في اول اللقاء انها تبقى بوزيتيف في ليد 2 ونيجاتيف في اي في ار ده لازم كده عشان تقول عشان تبقى ساينس يبقى هي بوزيتيف انا اسف ده بوزيتيف في ليد 2 تبقى نيجاتيف في اي في ار ده الطبيعي واحنا شايفين كده يعني بصوا هنا كده هتلاقي هي فعلا بوزيتيف في ليد 2 ونيجاتيف اي دي ار ادي نيجاتيف هنا طبعا فرضا كمان لازم تبقى في بي ويف واحده قبل كل كيورس كومبلكس وقلنا ان الايه تبقى الار ار انترفال يبقى رجل عشان تقول عليها ساينس الويتس المفروض ان هي ما تزيدش عن 2.5 سمول سكوير في 2.5 سمول سكوير يبقى طولا وايه وعرضا طيب ده هيقودنا بقى لشويه ابنورماليتيز ايه الابنورماليتي ان هي تبقى الدايركت ابنورماليتي في الدايركشن تبقى نيجاتيف في الليد 2 في حين انها المفروض تبقى بوزيتيف قلنا ده معناه ايه؟ لما تبقى نيجاتيف او تبقى طالعه من الاي في نود او طالعه من تحت لفوق او لو اتريال ريزم يعني المصدر ما يبقاش الايه؟ الاس نود رقم اثنين ان يبقى مش مشكله في الدايركشن تبقى مشكله في الايه؟ في الهايت او الويتس يا اما طويله يا اما واسعه طيب تعالوا نشوف اللي جايه دي هنا بقى دي ليد 2 ايوه دي برودو بيرفكت دي بتاعت النيل البي مايترال اذا زي ما انتم عارفين كده يبقى دي بي مايترال اللي حصل فيها ايه ان لما الليفت اتريوم كبر خلى الديوريشن بتاعت الاكتيفيشن بتاع البوث اتريوم بقت ايه؟ بقت كبيره فخلاها برود كونها بقى بيفد او لا ده لان هو اصلا ليفت اتريوم بيتاخر كمان فيعني المفروض الاصول ان احنا عندنا اثنين بي ويفز عندنا بي ويف بتاعت الرايت اتريوم وبي ويف بتاعت الليفت اتريوم المفروض بتبتدي بعديها على طول كده خلاص هو مين كهرباء الاول؟ رايت اتريوم لان هو اللي فيه الاس اي نود البي ويف بتاعت ليفت اتريوم بتبتدي بعد بدايه الاولانيه بتاعت الرايت اتريوم وتنتهي في نهايه بعد نهايه الايه البي ويف بتاعت الرايت اتريوم في الاخر الاي سي جي ما بيرسمليش التو بيز الاي سي جي بيرسم لي المحصله بس المحصله بتبقى سموث كده وخلاص طيب لو ان الليفت اتريوم كبر يبقى البي ويف بتاعت الرايت اتريوم عاديه ما فيهاش مشكله بس بتاعت ليفت اتريوم تاخد ديوريشن اكبر وهتبقى اكبر في الامبليتيود لان فيها ماسل ماس ايه اكبر فتلاقيها بقت عامله كده فساعتها المحصله بقى بتبقى عامله كده فانت تشوفها برود وايه
وبيفلد. يبقى دي بتاعت البي مايترال. طيب تتوقعوا بقى تلاقوا مع البي مايترال دي لو ان العيان ده مايترال ستينوزس تلاقوا اكتر رايت اكسس ولا ليفت اكسس ديفيشن وليه؟ هو اي فنتكل اللي بيكبر في البايتر ستينوزس رايت فنتكل مع ما يعمل بالمونر هايبرتنشن يعمل رايت سايد دايلاتيشن وبالتالي تلاقي الار في كبير يبقى ده يعمل رايت اكسس ديفيشن لدرجه يعني ان واحده من الحاجات انه ممكن تخمن ان عنده مايتر ستينوزس لما تلاقي عنده رايت اكسس ديفيشن مع بي اي مايترال ولو لقيت معاه ار في اتش كرايتيريا كمان خلاص كده انت ايه تقريبا شخص مايتر ستينوزس. طيب بص على دي هنا ايه الملاحظ قوي بقى البي ويف في الاثنين تول اند بيك واخده اكتر من 2.5 سمول سكوير في الايه في الامبليتيود انما مش واخده اكتر منها في الـ في الويتس ده يا دوبك واخده مربعين بالعافيه في العرض انما في الطول واخده 3.5 مربعات وبالتالي دي ايه دي تول وبيك دي بتاعت مين بقى البي بالمونير وقلنا طب ده ليه بيحصل ما احنا كان عندنا بي ويف بتاعت الاتريوم الرايت اتريوم وبي ويف بتاعت ايه الليفت اتريوم كده لازقين في بعض بتاعت الليفت اتريوم حصلها حاجه طب بتاعت الرايت اتريوم انت بتاع الليفت اتريوم سيبها زي ما هي بتاعت الرايت اتريوم بدات في ميعادها وهتنتهي متاخر شويه عشان الرايت اتريوم كبر لما تنتهي متاخر هتنتهي في نفس وقت نهايه الليفت اتريوم وبالتالي مش هتاخد الديوريشن ايه اكبر بس الامبليتيود بس هي اللي ايه لا تزيد دي بي بالمونال اللي بتحصل بقى مع البالمونر هايبرتنشن بالمونر ستينوزز وات ايفر طيب البي ار انترفل بقى طبعا انا ما اتكلمتش لسه عن الاتري فلاتر هيبقى شكله عامل ازاي وان انا سايب الاريزميز في سكيم لوحدها في الاخر البي ار انترفل المفروض الديفينيشن هو من اول البي فروم ذا اونست اوف بي تو ذا اونست اوف كيو ار اس كومبلكس يعني الكيو داخل فيه ولا مش داخل فيه مش داخل فيه مع انه اسمه بي ار بس الكيو ما لهاش دعوه الكيو تبع ليه طب كيو ار اس كومبلكس طيب بي ريبريزنت ايه بي ريبريزنت الاتر دي بولاريزيشن والاي في كوندكشن مش الكوندكشن في الاي في نود بي ريبريزنت الاي في كوندكشن لانه ممكن يبقى واحد عنده اكسسوري باس واي فالكهرباء توصل بسرعه للفنتكل منه وبالتالي مش لازم الشرط تبقى بتاعت الاي في نود يعني المفروض ان النورمال ديوريشن بتاعته من 3 ل 5 سمول سكويرز لو حبينا نحولهم بقى للملي سكندز المربع الصغير سمول سكوير كان 4 من 100 ثانية يعني 40 ملي سكند يبقى 3 سمول سكوير يعني 120 5 سمول سكوير يعني 200 بعض الـ يعني الـ الكتب بتكتب ان ممكن معاك 210 220 يعني بس يعني خلينا نقول ايه من 120 ل 200 ملي سكند ده بي ار انترفل معناه ان الابنورماليتي ممكن حاجه من اثنين يا اقل من ثلاثه يا اكثر من كام؟ من خمسه اقل من ثلاثه يعني الكوندكشن كان ماله؟ كان سريع وده ما يحصلش في الاي في نود العاديه يحصل لو كان في اكسسوري ايه؟ باس واي انما زي اللي تحت دي يعني هنا اللي تحت هتلاقوا في اللي تحت في بي ويف وبعد كده كيو ار اس كومبلكس لزقت فيها على طول يا دوبك مربعين ونص وما كملتش الثالث وبدات كيو ار اس كومبلكس وبعدين كيو ار اس كومبلكس بان ان هو وايد ده لانه ما حصل اكسنتريك اكتيفيشن للفنتكل يعني مش من الاي في نود من الهيز باندل السريعه ده ابتدى من اللاترال وول سي مثلا في حين اللي فوق بقى البي ار انترفال شوف واخد وقت قد ايه مربع كامل كبير وبعد كده بتاع 3 مربعات ونص كمان يعني 8 ونص سمول سكوير وبالتالي ده بي ار انترفال برولونج اللي هو بتاع الفيرست ديجري ايه اي في بلوك وبلاش نقول هارت بلوك لان هارت بلوك الليفت باندل برانش بلوك اذا انا هارت بلوك والرايت باندل برانش بلوك هارت بلوك والساينويتري بلوك هارت بلوك فكل دول هارت بلوك انما اسمها ايه اي في بلوك كويس طيب يبقى مره ثانيه الابنورماليتي بقى بتاعت انه يبقى اقل من ثلاثه ده اللي هو بيحصل في البري اكسايتيشن سيندروم وما تقولش دبليو بي دبليو
هي بري اكسايتيشن سيندروم. ليه؟ لان دبليو بي دبليو ده وصفه ايه؟ وصفه عيان عنده اكسسوري باسوي وحصل له تاكي كارديا. لو هو مش جاي لي في التاكي كارديا او ما عنديش هيستوري بتقول انه بيجي له ريجولار نارو كومبلكس تاكي كارديا، ما اقولش دبليو بي دبليو. دبليو بي دبليو وصفت حاجه معينه، انما ممكن عيان يبقى عنده بري اكسايتيشن وما بيجيلوش تاكي كارديا، يفضل عادي طبيعي. طيب يبقى هو ده الاعم، يبقى عنده بري اكسايتيشن اكسسوري باسوي. طيب لو اكتر من خمسة بس كل الكرايتيريا بقى بتاعت الساينس، هو سنجل بي قبل كل كيرس كومبلكس، والبي ويف بوزيتيف في ليد 2 نيجاتيف في اي في ار، بس البي ار انترفال طويل، دي ايه؟ دي فيرست ديجري. طيب تتوقع الهارت ريت يبقى زياده ولا قليل؟ مع الفيرست ديجري اي في بلوك ملوش علاقه، عشان بقى ما حدش يقول ايه ازاي يبقى هي تاكي وهو عنده فيرست ديجري ارت بلوك. اصلا في الروماتيك كاردايتس بيبقوا عندهم فيرست ديجري ارت بلوك وتاكي كارديا، فمالهاش دعوه. هو البي ار انترفال طول، انما الار ان انترفال بيقصر عشان الهارت ريت ايه الاس نوت شغاله بسرعه، بس الاي في نوت هي اللي مش عارفه توصل بسرعه. خلاص فما فيش علاقه خالص، والعكس ممكن يبقى العيان عنده برادي كارديا وما عندوش اي في بلوك، يعني الاس نوت هي اللي بتضرب بطيء بس الاي في نوت شغاله كويس، وبالتالي مفيش علاقه ما بين ايه الفيرست ديجري. انها طبعا مع السكند ديجري خلاص الهارت ريت في واحده بتسقط، فهيبقى السكند ديجري هيبقى فيها ممكن براديكال، انما الفيرست ديجري ما بتاثرش على الهارت ريت. كونها بقى مأثره على الهارت ريت ده يخليك تفكر ان انت العين بياخد دراج بيضرب الاس اي نود ومين؟ والاي في نود. يعني مثلا بيتا بلوكر اوفر دوز او بيتا بلوكر بس، هتعمل فيرست ديجري اي في بلوك وهتعمل ساينس براديكال، فده اللي يربطهم، انما مش عشان عنده فيرست ديجري ارت بلوك يبقى عنده براديكال. طبعا لما يذكر البي ار انترفل فانت ما بتقولوش بالمربعات، يعني الاشيك انك تقوله بالملي سكندز، تقولوش اصل البي ار برولونجد بي ار انترفل. مين احسن بقى؟ الاحسن يكتب برولونجد بي ار انترفل 380 ملي سكند، 240 ملي سكند، هو المربع الصغير 40 ملي سكند، واضرب بقى انت العدد المربعات الصغير، وبالتالي يساوي ذات سيجنيفاي فيرست ديجري ايه؟ اي في بلوك مش هارت بلوك. طيب الكيو ار اس كومبلكس طبعا هو يمثل الفنتريكولار ديبولاريزيشن، والكيو هي نيجاتيف ويف، الار بوزيتيف ويف، والاس نيجاتيف ويف. طب يبقى انا عايز افرق ما بين الكيو والاس. الكيو هي نيجاتيف ما فيش قبلها ار، والاس هي نيجاتيف بس في قبلها ايه؟ ار. يبقى انا اسمي الكومبلكس ده كيو ار اس، انما اسمي الكومبلكس ده ايه؟ كيو ار بس، واسمي الكومبلكس ده ايه؟ ار اس، واسمي ده ايه؟ ده ار ار داش. طب ده ار اس، ده ار اس ار داش. خدتوا بالكم ان هو ايه؟ ما دام نازل تحت الايزو الكتريك لاين بقت اس. طب ليه ما قلتش كيو؟ عشان في قبلها ايه؟ قبلها ار. طب دي ايه؟ دي على حسب التعريف كيو، بعد كده بتكتبها كيو اس. خلاص؟ طيب دي نوتش كيو كيو اس. خلاص؟ وده برضه ممكن تبقى نوتش دي وخلاص يعني. اوكي ده بس بالنسبه للمسميات عشان لما نتكلم. اختصارا برضو بسرعه عشان خاطر الوقت بيهمنا، احنا كده ما نلحق نقول كل الحاجات اللي عايزين نقولها. في ليد في 6 اللي هي عند ليفت فنتكل، ودي ليد في 1 عند رايت فنتكل، المفروض ان الكهرباء الاول وهي نازله في السيبتم بتكهرب السيبتم اول حاجه، ولان الليفت باندل برانش از سلايتلي فاستر ذان ذا رايت باندل برانش، فنص السيبتم الشمال بيتكهرب قبل نصه اليمين. يبقى عندي ليفت ورايت باندل برانش، ليفت اسرع شويه فبيكهرب ليفت، وبعد كده النص اليمين من السيبتم يتكهرب، فيبان كما لو كان ان كهربه السيبتم مشت منين لفين. الناس اللي معانا على الزوم قدامنا 10 مينتس وندخل تاني ان شاء الله. من الشمال لليمين. خلاص؟ وبعد كده يوصل للايبكس وليفت فنتكل، وطبعا عند الايبكس هنا ده مفترق طرق، اللي بياخد نصيب الاسد هو ليفت فنتكل، والرايت فنتكل اللي بياخد جزء صغير، فمحصله الكلام ان الكهرباء رايحه ناحيه مين؟ ناحيه فنتكل عشان المصل ماس بتاعته كبيره، واحنا طبعا الاي سي جي بيقيس الالجبريك صم بتاع الالكتريكال اكتيفيتي اوف ذا هارت. بعد كده بقى لما نخلص كهربه الليفت فنتكل وكهربه حته من الرايت فنتكل كده، نرجع بقى للبيزز اوف ذا هارت تاني. ف
في واحد عند الرايت بيز اوف ذا هارت وفي 6 بقى بعيده انما البيز اوف ذا هارت فوق بعيده عنها فده الحدث رقم 3. من الاخر كده لو انا حبيت ارسم هيبان ازاي الكلام ده في الاي سي جي اول حدث في في 6 كهربه السيبتم ودي بتقرب ولا بتبعد من في 6 بتبعد لانها فروم ليفت تو رايت فترسم نيجاتيف صغيره بمقدار السيبتم بعد كده الكهرباء تروح ناحيه كلها ناحيه الليفت بنكل فتديني بوزيتيف كبيره وبعدين ترجع تبعد رايحه ناحيه عن في 6 رايحه ناحيه البيز اوف ذا ارت ورايحه ناحيه الرايت فنتكل وبالتالي ترسم ايه؟ نيجاتيف صغيره كده. اسمي الكومبلكس ده ايه؟ كيو ار اس. عند في 1 الموضوع مختلف، اول حاجه بتقرب وترسم بوزيتيف صغيره كهربه السيبتم، بعد كده ترجع تبعد عشان رايحه ناحيه الليفت فنتكل وبالتالي ترسم ايه؟ نيجاتيف، بعد كده الكهرباء ترجع تقرب لها تاني بس بتاعت الناحيه الثانيه بتبعد عنها وبالتالي ممكن يلاشوا بعض فما اشوفش حاجه. فسمي دي ايه؟ ار اس. المهم ان الار بتبقى صغيره في 1 والاس كبيره والار بتبقى كبيره في 6 والاس هي الايه؟ اللي صغيره. وما بين في 1 تو في 6 لازم تشوف جروينج ار. سبيشالي لغايه في 5 تبقى الار عماله بتكبر. ممكن بعد في 5 في 6 الار تصغر شويه. يبقى ده جروينج ار ودي علامه على ان المايوكارديوم ستيل بريزنت. لان العيانين اللي عندهم دايليتد كارديومايوبسي ومايوكارديوم بقى فايبروز في باتش فايبروز او عندهم اسكيميك كارديومايوبسي وجزء كبير من الانتيريور رول اوف ذا سينك ضاع عفوا بيبقى اللوس اوف ذا جروينج ار دي علامه على انه المايوكارديوم مش موجود او ان هو جزء منه كبير بقى فايبروتيك يعني او سكارد. طيب وده اللي احنا عارفينه في النورمال اي سي جي. طيب ماذا لو ان عيان بقى اتقطعت عنده ليفت باندل او قبل ما نقول اتقطعت الليفت باندل خلينا نقول حاجه ثانيه نقول ماذا لو عنده ليفت فنتريكا هايبرسي يا ليفت فنتريكا كبر اللي كان بيعبر عن ليفت فنتريكا هو الامبليتيود بتاعته ايه هتزيد يعني تعالوا مثلا نقول كده في 6 نعم ايوه احسنت يعني يبقى هلاقي الكي ار اس كومبلكس الار هي اللي ايه؟ اللي كبرت قوي وهلاقي في 6 الاس هي اللي ايه؟ اللي بقت ديب. طبعا في اكثر من كرايتيريا من اسهلهم يعني ان لو واحده منهم بس خدت اكثر من 5 مربعات كبار ان هايت دي تعتبر ايه؟ ال في اتش. خدت مجموع الاثنين اطول ار في في 5 او في 6 والاس في في 1 كانوا اكثر من 7 يبقى ايه؟ يبقى ده ال في اتش برضه. بعض الناس كمان في كرايتيريا ثانيه زي مثلا ان انت تقيس اي في ال لو واخد اكثر من 13 سمول سكوير يعني مربعين وشويه في اي في ال ده برضه ال في اتش. المهم كل دول في الاخر الاي سي جي بيسجست انه في ال في اتش بس بيخضع لحاجات كتير عيانين اوبيز عنده بلور افيوجن عنده نيموثوركس عنده انفيزيما كل ده هيعوقك وصول الكهرباء فمش هيبان ال في اتش. واحد بقى رفيع ممكن يبان انه عنده ال في اتش وهو ما عندوش اصلا ايه ال في اتش خلاص او ليفت فنتريكا هايبرفي. الشاهد بقى نقطه مهمه قوي ان المايوكارديوم لما بيدخل في الغالب نتيجه البريشر اوفرلود بيبقى عنده ريلاتيف اسكيميا او خلينا نقول كده سب اندوكارديال اسكيميا ممكن تحصل نتيجه ان الاندايستوليك بريشر بيبقى عالي والكورونريز اصلا بتملى في الدايستول فلما عندهم هايبرتنشن دول عندهم الفنتركل تخين والكورونريز ما زادتش وفي نفس الوقت عنده ورك لود ايه اعلى فالاكسجين كونسامشن ديماند مش قد الايه السبلاي فبيحصل له سكندري تشينج شبه الاسكيميا قد تصل لاي اس تي سيجمنت ديبريشن تي ويف انفرشن وهكذا دي اللي بنسميها الايه الاسترين باترن. فبليز لو انت شفت فنتريكولر هايبرتروفي ممكن تقول معاه سترين باترن لانه مش شرط يبقى اسكيميك ولا حاجه عينين كتير من دول يطلع معاهم التشينجز دي نصورهم يطلعوا مش اسكيميك ولا حاجه زي الاي سي جي اللي قدامنا ده حضراتكم شايفين كده تعال نعلق عليه بقى ايه فول كوماند ده 12 ليد اي سي جي في عايزين ريزم هل في بي ويف قبل كل كيروس كومبلكس؟ ايوه نبص على الريزم ستريب والبي ويف دي بوزيتيف في ليد 2 نيجاتيف في اي في ار ايوه ليد 2 اهي بوزيتيف ونيجاتيف فين؟ في اي في ار والار ار انترفال اخباره ايه؟ اذا ده ساينس ريزم اللي وراها الريت الريت 300 على الار ار بالمربعات الكبار فانا عندي مربع 2 3 4 5 300 على 5 في 60 فاكتب ان هو 60 بيت بير مينت. خدتوا بالكم من الرقم الموجود تحت ده 25 ملم بير سكند و10 ملي فولت بال 10 ملم في الملي فولت اللي هو نورمال كاليبريشن نورمال ريت خلاص
اه شوف بص عشان ما تتلخبطش بس هو الكاليبريشن واضح اصلا في الرسمه جنبينا. طيب بعد كده الاكسس بص على واحد وايه وي في اف واحد بص لفوق اف اف بص لتحت مخصمين من بعض يبقوا ايه ليفت اكسس ديفيشن خلاص وخلاص. طب انا عايز اطلع بقى هو الاكسس كام بالظبط. بص بقى بالترتيب كده اي في ال 1 ماينص اي في ار 2 اي في اف 3 كلوك وايز اي في ال بوزيتيف 1 بوزيتيف ماينص اي في ار اي في ار اهي بقى هي باي فيزيك اهي ويكاد يكون البوزيتيف ديفليكشن قد النيجاتيف ديفليكشن صح ولا ايه؟ اعتبروها كده ما فيش ما كويس. لا انت شايفاها شايفاها ايه؟ لا انا عدها بقى انا متخانق. بص يلا كم مربع تحت؟ أربعة؟ أربعة تحت وأربعة فوق هو قد بعض خلاص. وبالتالي لو ده اللي هي الليدل باي فيزيك يعني 30 صح كده؟ يبقى أنا أمشي أشوف بقى هي الآر بتكبر فين؟ ناحية واحد وإي في ال فوقيها ولا ولا ناحية أه زائد 30 ماينس إي في ال يعني زائد 30. فأنا بقى أشوف هروح فين؟ أروح ناحية واحد وإي في ال فوق ولا 3 وإي في ال تحت؟ الار بتكبر فين؟ عند واحد واي في ال يبقى اطرح من ال 30 كام؟ 90. طب 90 يبقى تطلع كام؟ ماينس 60 يبقى ده ماينس 60. الله ده انا عندي واحده من الكريتيريا بتاعت ليفت انتيريو بلوك ليفت اكسس اكتر من كام؟ طيب ما تبص على الباقي يمكن في هل في ار صغيره اس كبيره في الانفيريور ليبس؟ ايوه اهي في اس في كيو صغننه بقى في ليد اي في ال وبعديها ار طويله ايوه واكسس اكتر من ماينس 45 ذس از ليفت انتير هيبوك خلاص كده. طيب نبص بقى هيشد نظرك جدا الكيرس كومبلكس فين؟ في في 6 وفي في 1 وفي 2 مش كده؟ هتلاقي واخد والفولتج كريتيريا في اي في ال كل حاجه. عد كده مربعات معايا ادي 1 2 3 4 خمسة وحد قول خمسة عشان من تحت فيه ناقص حاجة فدول خمسة بالظبط. بس لو جمعت عليهم بقى بتوع V1 خلاص بقى عدوا سبعة وبالتالي ده عنده ايه اللي في اتش. وفي اس سيجمنت ديبريشن في اللاترال ليدز كده ده ماشي مع ايه؟ مع ستريم باترن عادي. ولو بصيت على اي في ال هتلاقي اي في ال برضه واخد اكتر من 13 سمول سكوير وبالتالي برضه ده كريتيريا ثانيه تاكد ان العيان ده عنده ال في اتش عنده ليفت انتيريور بلوك عنده سكندري اس تي تي ويف تشينجز ممكن نقول عليها سترين باترن. خلاص؟ احنا ما بنناش اللي جبت اس تي. اه معاكي حق برضه بس ده مع ال في اتش وارد اللي هو في 2 وفي 3. الجي بوينت اللي معاكي حق؟ معاكي حق. طبعا ممكن ده يقول ايه؟ مش ممكن كده ده ستيمي زي مثلا ايوه بس هم بيجي لهم تريسنج امتحان اه ممكن ما يقولوش حاجه فحطها بوسيبيليتي يعني واحد نصح وعايز يعني يبقى مع ان طبعا مع ال في اتش احنا يعني ده بنشوفه كتير بس نقول ممكن يبقى سكندري تو ال في اتش واكوردنج تو ذا كلينيكال كونتكست لو عنده تريس بين تيبيكال عنده كذا لازم بوسيبيليتي اوف اكيوت مايكارد اسكيميا اند اس تي اليفيشن مايكارد باشن شود بي رولد اوت. عادي يبقى انت كده قفلت على الايه الامتحان انه لا اي حاجه خلاص. طيب ماذا لو قلنا بقى الرايت فينتكل هو اللي كبر؟ لو الرايت فينتكل كبر ايه اللي هيحصل؟ هيبقى اول حدث كهربه السيبتم برضو عادي وبعد كده كهربه الايبكس والليفت فينتكل وبعد كده نرجع تاني للبيز. بس اللي هيحصل ايه بقى؟ ان عند في 1 الكهرباء اللي راجعه له دي تبقى ايه؟ كتير قوي اللي هي بتاعت الرايت فينتكل وبالتالي هتلاقي طول ار فين في V1. فاذا